اهلا بحضراتكم من جديد. وتقريبا عودنا حضراتكم ان كل يوم في برنامج السادسه معانا نجم من النجوم العالميه. خلينا دلوقتي عبر سكايب بيكون معانا مايك هانكا نجم المنتخب الالماني وفريق شالكا السابق. برحب بيك على شاشه قناه الاهلي. تحياتي لكم، سعيد بوجودي معكم في قناة الأهلي، أهلا وسهلا. في البداية كده، باعتبارك كنت لاعب لفريق شالكا الألماني، إيه أسباب تراجع مستوى الفريق في المواسم الأخيرة واحتلاله المركز الأخير بالدوري الألماني في نسخته الحالية؟ من إنه شيء محزن فعلا للغاية ومخيب للأمال، و أرى أن شالكا في أضعف حالاته الفنية، وبالفعل كما ذكرت حضرتك فهو في آخر الجدول في البوندسليغا في الدوري الألماني. أعتقد أن هذه الأسباب بسبب التغيرات الأخيرة في مع المدرب واستقطاب كريستين كروس. لديه لاعبين جيدين من وجهة نظري، ولكن هناك بعض المشاكل الفنية. لا أعتقد أنه من الممكن أن يستطيع تحسين وجوده أو وضعه في الدور في الجدول في البوندسليغا، ولكن أعتقد الأزمة المالية الحالية بسبب فيروس كورونا قد يؤثر بعض الشيء على سياسة الانتقالات وشراء اللعيبة لفريق شالكا، وهذا سبب من الأسباب أيضا، فهي خسارة كبيرة من وجهة نظري ما يمر به فريق شالكا في الوقت الحالي. ولكن هل ترى أن شالكا اقترب من الهبوط لدوري الدرجة الأولى الألماني، ولا ممكن ينجح المدرب السويسري كريستيان جروس في أن هو يبقي في البونز ليجا في الموسم اللي جاي؟ لا أعتقد أن جروس قد يفعل ذلك، ولكن نعم أوافق حضرتك الرأي في الهبوط. قد يهبط شالكا هذا العام، لأننا عندما نرى وننظر إلى جدول البوندسليغا فنرى ماينز وبيلفيلد هم الفريقين في نهاية الجدول، ماينز ب10 نقاط، بيلفيلد ب17 نقطة، وهناك شالكا ب8 نقاط، فأعتقد من وجهة نظري قد يهبط شالكا هذا العام. شايف إيه الفرق بين فريق شالكا حاليا أو الجيل ده وبين الوقت اللي كنت بتلعب فيه؟ إنه فرق كبير من وجهة نظري. في 2001 عندما كنت ألعب في شالكا حصلنا على بطولة الكأس، وكان لدينا فريق رائع ولاعبين جيدين جدا، فولكمرس لاعب مشهور معروف ولاعب كثير، في هانز ميلر الذي كان يلعب معنا في الفريق، كنا تشكيلة جيدة وفريق جيد متكامل من وجهة نظري. في 2001 فرق شاسع ما بين شالكا في هذا الوقت وشالكا في 2001. في هذا الوقت من وجهة نظري لا أرى هذه الروح كما كان لدينا في 2001 أو عندما كنت ألعب في شالكا، مختلف تماما للأسف. رأيك في مدرب المنتخب الألماني الحالي واكيم لوف، وهل أنت مع أراء جماهير الكرة الألمانية اللي بتطالب برحيله عن تدريب المنتخب الألماني وتولي مثلا يورجن كلوب المدير الفني الحالي لفريق ليفربول الإنجليزي المسؤولية؟ أنا أفهم جيدا الجمهور الألماني والعقلية الألمانية. أنا من وجهة نظري وعلى المستوى الشخصي أرى لوف مدرب رائع، مدرب عظيم بما حققه من ألقاب في الأعوام السابقة، ولكن قراراته الفنية في استبعاد توماس ميلر ومن استبعاده من تشكيلة المانشافت الألماني في اللقاءات الأخيرة، وهناك لاعبين رائعين جدا قام باستبعادهم لوف، لا أدري لماذا يفعل ذلك على الرغم من النتائج والأداء الرائع الذين يقدمونه سواء ميلا ورفاق. لا أرى من وجهة نظري أن قرارات صحيحة، لابد عليه من التفكير مرة أخرى في استرجاع توماس ميلا للفريق.
عندما نرى وننظر إلى اللاعبين الحاليين فهو لديه أو يريد أن تكوين فريق شباب صغير في السن، أتفق معه وأرى شيء ممتاز ورائع، ولكن لابد عليك أن يكون عندك هذه الفكر والعقلية بتدعيم الفريق بالخبرات مثل توماس ميلر. من وجهة نظرك مين أفضل مدرب ألماني في الوقت الحالي؟ يعني في مدربين كتير جدا ألمان متألقين حاليا، هل مثلا هانس فليك مدرب بايرن، هل لوف، هل كلوب، أو توماس توخيل، أو مدرب آخر؟ في الوقت الحالي لدينا مدربين ألمان رائعين سواء على الصعيد الداخلي أو خارج البونسليغا. على سبيل المثال كلوب في ليفربول، توماس كوخل، هانز فليك، توماس كوخل الآن مع تشيلسي، هانز فليك مع مدرب بايرن، هو مدرب كلاسيكي، مدرب رائع من وجهة نظري. في هذا الوقت الحالي لا أكون صريحا وواضحا، من وجهة نظري هانز فليك هو الأفضل. كما تعلمين فاز بمعظم الألقاب الموسم الأخير، الدوري الألماني وكأس ألمانيا والسوبر والشامبيونز ليج. هانز فليك هو المدرب الأفضل من وجهة نظري. مين المهاجم اللي بتشوفه دلوقتي في الدوري الألماني بتحس ان طريقة لعبه زي طريقتك؟ مين اللي ممكن تقول عليه خالفتك في الملاعب؟ ليفاندوفسكي من وجهة نظري هو افضل مهاجم في الوقت الحالي. هو مهاجم رائع، مهاجم سريع، مهاجم حاسم، مهاجم قوي جدا، ولكن عندما نتحدث عن السرعة هو ليس الأسرع من وجهة نظري، قد يشبهني بعض الشيء، ولكن ليس هو السريع للغاية، ولكنه هو من أفضل المهاجمين. من وجهة نظري أفضل مهاجم قد يشبهني، لا أعتقد أنه قد يوجد لاعب يشبهني تماما في هذا الوقت الحالي في البوندسليغا. أعتقد هناك لاعبين جيدين كثيرين في البوندسليغا، ولكن في نهاية الكارير، في نهاية اللعب قد حاولت في فعل شيء مختلف كمهاجم، ولكن ما زلت أصمم أن ليفاندوفسكي هو الأفضل عموما. أكيد وأنا بتفق معك، ولكن خليني أسألك على بايرن ميونخ اللي بيشارك في مونديال الأندية أو في كأس العالم للأندية طبعا كبطل أوروبا، هل شايف أنه هو المرشح الأوحد للفوز بالبطولة، ولا ممكن نشوف مفاجأة من بطل أفريقيا، بطل آسيا، بطل أمريكا الجنوبية أو غيره؟ جنوب أمريكا فرق رائعة، فرق خطرة من وجهة نظري، وقد تنافس، ولكن بايرن ميونخ هو المرشح الأقوى والأكبر للفوز بهذا اللقب. فكما تعلمين هو على المستوى الأوروبي والصعيد الأوروبي، فهو تشامبيونز ليج، بطل التشامبيونز ليج الأوروبي، ويحقق بطولات كثيرة، وحتى الكأس الألماني والدوري الألماني كما وضحت لحضرتك. بايرن ميونخ هو بايرن ميونخ، فريق عظيم وقوي رغم أي صعوبات، مع كافة الاحترام وكامل الاحترام للفرق الأخرى. طيب أكيد لازم أسألك على رأيك في الكرة المصرية لو كنت متابع، ومحترفيها طبعا اللي سبقوا ولعبوا وتألقوا مع كبار الأندية الألمانية وفي مقدمتهم طبعا كابتن محمد زيدان. أنا أعرف وأعلم أعرف محمد زيدان بشكل شخصي جيدا، وقابلته قبل ذلك وتحدثنا كثيرا.
عندما كان يلعب في البوندسليغا. للأسف من وجهة نظري لم يوفق معظم اللاعبين المصريين في البوندسليغا، على الرغم من محمد زيدان طبعا حقق أو أظهر أداء رائع. أنا أرى كرة القدم في مصر وأتابعها وأقرأ الأخبار، وأرى أن محمد زيدان واحد من أفضل اللاعبين الذين لعبوا في البوندسليغا. لعب في ماينز دورتموند كما تعلمين، وحقق معهم أداء وقدم أداء رائع. هو شخص رائع كمان كابتن هاني رمزي كان محترف في ألمانيا ونجح، يعني قدم نجاحات كبيرة قوي في الدوري الألماني. عندك حق، كان لاعب رائع وحقق نجاحات أيضا في البوندسليغا. خليني بقى أسألك على اللي بيقدمه نجم ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح، عايز أعرف أنت شايف إزاي اللي بيقدمه محمد صلاح، وهل بتتمنى أنه هو تشوفه بيلعب في البوندز ليجا مثلا في المستقبل القريب، ولا مكانه في ليفربول؟ صلاح لاعب رائع، لاعب عظيم فعلا، لاعب كلاسيكي. هو مصري، رفع اسم مصر ورفع اسم الكرة المصرية من وجهة نظري في العالم كله. لم يسبقه لاعب من قبل ما حققه من إنجازات وأرقام مع ليفربول في الوقت الحالي. أنا أعتقد أنه يحقق إنجازات عظيمة في الوقت الحالي مع ليفربول. هو بالنسبة لي هو واحد من أهم اللاعبين. لا أتصور أنه سوف يلعب في البوندسليغا، لأن أرى طموحاته قد تذهب إلى أندية أخرى، ولكن شرف عظيم لنا عندما يأتي محمد صلاح إلى الدوري الألماني البوندسليغا. لدينا فرق كبيرة مثل لايبتسيش وبايرن ميونشن، وأعتقد أنهم للأمانة وللتوضيح لا أرى من وجهة نظري أن الفرق الألمانية الأخرى غير بايرن ميونشن أو بايرن ميونخ قد يستطيعون الدفع للمبلغ المطلوب من محمد صلاح، ولكن ريال مدريد وفرق أخرى برشلونة على سبيل المثال قد يستطيع ذلك. رئيس نادي بايرن ميونخ قال في تصريحات امبارح أنه الدوري الألماني وصل لنفس مستوى البريمير ليج والدوري الإسباني وبقى قوي جدا ومشاهدته قوية جدا، عايز أعرف رأيك في التصريح ده. أتفق معه تماما. رئيس نادي بايرن ميونخ في تصريحاته الأخيرة هاينر هيربرت هاينر فعلا أتفق معه. بوندسليغا في الوقت الحالي هي من واحدة من التوب ليغا في العالم، ولا أبالغ عندما أقول لك أنه قد يعد من أهم الدوريات في العالم. غلادباخ، ميونشن غلادباخ، فرايبورغ، ليس فقط بايرن ميونخ، هناك فرق أخرى رائعة في التوب يقدمون أداء رائع وقوي. أتفق معه بشدة. شكرا جزيلا مايك هانكا نجم المنتخب الألماني وفريق شالكة السابق، كنت معنا على شاشة قناة الأهلي. فاصل ونكمل حلقتنا.